حنتاي يا جماعه الدعاء يستجاب، لازم يبقى عندك يقين في كده. ربنا ما بيرجعش الدعوات، قد يؤخرها لمصلحتك. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انت بتبقى فاكر انه خير الدعوه وهي شر. يبقى خلاص ما ادعيش بقى واقول يا رب اختار لي وخلاص. لا، تدعي تدعي وتتمنى وتلح في الدعاء وهو هيحققه لك اكيد. قد يتاخر شويه عشان المصلحه تاخير، وقد يحصل على طول احيانا في لفتة عين، احيانا تدعي بعينيك. النبي صلى الله عليه وسلم بص في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. نفسه القبلة تتغير، قبل الصلاة كانت القبلة اتغيرت، حاضر، فلنولينك قبلة ترضاها. لحظة صدق في دعاء يحصل المطلوب، تحصل الإجابة. شروط إجابة الدعاء أربعة: اليقين في الإجابة، أيوة مصدق إنه هيحصل، طبعا هيحصل. من شروط الإجابة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الشرط الثاني لإجابة الدعاء الخشوع في الدعاء، إن الله لا يستجيب من قلب الله كده يا رب وهو مش هنا، لكن زي ما السهم يطلع لو القوس مشدود كويس يطلع يروح، كذلك لو القلب مشدود وخاشع تطلع الدعوة تروح. إزاي أدعي بخشوع؟ أدعي كأنك غرقان في بحر متعلق بخشبة ومالكش غير إنك تقول له يا رب يا رب. أدعي كده، روح له بضعفك يمدك بقوته، روح له بذلك يمدك بعزه، روح له بفقرك يمدك بغناه. قل له يا غني من للفقير إلا أنت، قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت، قل له يا قوي من للضعيف إلا أنت. تروح له بفقرك يمدك بغناه. عبد الله بن عمر يقول أنا أعلم متى يستجاب الدعاء، قالوا متى؟ قال إذا خشع القلب واهتزت الجوارح ودمعت العين. أقول هذه ساعة إجابة فأدعو الآن. شروط إجابة الدعاء: اليقين في الإجابة، الخشوع والتذلل لله، عدم الاستعجال. هيحصل بس اصبر، كمل، اوعى تسيب الدعاء ده، زي ما بتزرع زرعة لو سبتها هتموت، افضل ادعي. أربعة: أكل الحلال، يبقى فلوسك حلال، ربنا ما يقبلش من فلوس مش حلال. طب أطمن إزاي إن فلوسي حلال؟ طلع صدقة في ليلة القدر عشان تطهر مالك.